مرحبا بكم معايا لفيديو جديد ومرحبا بالمشتركات الجدد في القناة. وانتي لعتي ما قد شفتي قناتي والله اول مرة تزوريها، نقول لك مرحبا وسهلا بك. انضمينا بالضغط على الزر المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصية الجرس باش توصلي ان شاء الله في كل جديد. ونبغي نعتذر منكم على هذا الغياب الطويل، مازالي ما تليست راحت شي لا في اليوتيوب ولا في الانستغرام. اللي متابعتني على الانستغرام راهم عارفين عن بيا لا ستريس ديال امتحانات الباك. ياسر من الطفيلات فقدني سولوني قالوا لي واش مخطي الباك بي، انا دائما كنت نقول عني قاعده من القرايه ما نقراو كذا، خطيت لا باك ليبر لا جربت هذا العام، ما كنت قاع معمره به راسي، قلت سنجرب وتوف غير للاسف ما جاب مولانا شي، مي مشكله نعوضها في العيمان الجايين الحمد لله ما خاسرين شي. الرجاج لا ما يفقد الامل وما يستسلم وتوف. ونبغي نسولكم نتوما سي اللي كان عندكم الباك واللي سولتوني في الانستغرام، وحتى الا عتي ما سولتيني في الانستغرام وكان عندك الباك نبغي تشاركوني اش عدلتو كيف شفتو جرعونكم. الفيديو اليوم هو فيديو رائع جدا جدا جدا، ما تشوفوا العنوان تقول عنه من ذوك العناوين الاحتياليه، لانه فعلا راه هذا هو الحق. انا هذا الماسك بالضبط قبضته من عند عروس صحراويه صديقتي وعطاتني هذا الماسك، قالت لي راه هو اللي كنتبع وشاركه مع الطفيلات وكذا، قلت له والله زادني نشاركه مع الطفيلات واصلا مكوناته عجبوني وعرفت عنه زين. فعند منين عطاتو لي قمت شريت مسايلو، شي منهم كانوا عندي وشي منهم شريتهم، وقمت نعدلو وما حد كنت نعدلو صورته لكم. اصلا كنت نتبع واحد الماسك شبيه له، ما هو بالضبط غير شبيه له وفعلا زوين خطير يا الطفيلات، فننصحكم عنكم تجربوه لانه كيصفي البشره من الليطاش الى عاد لون بشرتك، ما هو موحد لي واحد لون البشره ويفتح لك لون البشره ويعطي واحد اللمعه زوينه، والماسك اصلا مكوناته زوين وتتشهى يعني. وعلى فكره حاجه اللي سؤال تكرر عندي بكثره قباله في الانستغرام وحتى في التعاليق في اليوتيوب بخصوص اخر فيديو طرحته هون في اليوتيوب، وطرحت مالي مقطع منه في الانستغرام بخصوص الملحفه اللي طرحت لكم التنسيق ديالي اللي مشيت بها للبونتي للعرض اللي كنت فيها، طرحت لكم تنسيق الملحفه شلبست معها من ساكون على. الا كنتي ما فتشتي ذاك الفيديو راه هو سابق هذا الفيديو مباشره، وراني نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتي تمشي تشوفيه. اغلبكم سولتوني على الملحفه منين قبضتها، كان قبضتها من عند شي باج انستغرام والله شي، فنقول لكم عني ما قبضتها من شي باج انستغرام، قبضتها لام عند واحد السيده هون في السماره عندها محل وقبضته من عندها، وسولتوني ياسر منكم بغيتو رقمها. فانا ما قديت نعطيكم رقمها الحقيقه، نين شاورت معاها وقلت لها واش ممكن نعطي للطفيلات، قالت لي هيه باهي ترسل جميع المدن، المهم اللي بغات رقمها راهي لي نخليه في صندوق الوصف، والله تعالي لي الانستغرام نخليه لك اللي نطرحهم اللي فهم في ستوري اللي بغات تقبلو، راهي عندها جروب واتساب تطرح فيه سلعتها كامله ما شاء الله ملحفها كاملين زينين. هي اصلا ديك السيد اللي تبيع انيقه ما شاء الله، ويعني ما حد انيق اللي تعرفوا عن سلعته حتى هي اللي تعود انيقه وفي المستوى كيف ما عجبتني انا، متاكده انا اللي تعجبكم حتى نتوما سي. المهم ما نطول عليكم الطفيلات ونخليكم مع الفيديو. اذا الطفيلات اول حاجه اللي نحتاجه لها هو المكون الاساسي في هذه الوصفه اللي هو نيفيا سوفت، نيفيا الغنيه عن التعريف واللي تكلمت لكم فيها اكثر من مره، وراني حاطه فيديو خاص على نيفيا سوفت القناه بالنسبه اللي بغات تشوفوا اللي بغات تعرف مميزاته وسلبياته وشكون اللي تقد تستعمله وشكون اللي ما تقد تستعمله. وياسر من شيء تكلمت لكم فيه في فيديو خاص عن نيفيا سوفت راهو في القناه الى بغيتو تشوفوه، فلي نحتاجو منه ملعقه كبيره والله جوج ملاعق صغار، الكميه دائما كتبقى على حسب انتم عدد الافراد والله شحال المده اللي باغي انت تتبعي هذا الماسك. فانا اللي نستعمل فقط جوج ملاعق صغار، فهذا راهو الحجم المتوسط هذه البطه، فكدير 20 درهم فهم فيهم احجام فيه الحجم الاكبر من هذا، وهذا ذلك الحجم المتوسط كاين اللي اكبر منه وكاين اللي اصغر منه، واللي صغيره تقريبا يمكن مشي 10 دراهم ولا بحال هكا، وهذا راهي ب 20 درهم، والكبيره يمكن 30 درهم يمكن ما تليس عاقله. كي تشوفوا هون درت هذه الكميه من نيفيا سوفت، ف
فتقدروا تستعملوا نيفيا الزرقاء، ولكن في هذه الوصفة كنفضل نيفيا صفت. المكون الثاني اللي نحتاجه بالنسبة للمكون الثاني نحتاج له هو هذا الكريم فير اند لافلي، فهو غني عن تعريف هذا الكريم اللي مقدعود ياسر منكم تعرفوه، مقدعود ماليش منكم ما يعرفوه. اللي ما يعرف هذا الكريم فهذا الكريم زوين خفيف على البشرة، فكان اللي كتستعملو ككريم ليلي فزوين، حتى هو من الكريمات الليلية اللي هو وحده يندهن على البشرة أو ترقدي، ومن انت وعي تغسلي وجهك فراه مع المداومة كيبيض وفيه هما اللي ريحة زوينة خطير. فأنا بعد المرات من نعود مارقة بغايتي في السوق بالعجلة ماني مطولة ولا شي، فكنديرو وحده وندير ماسكارا ونمرق، فكيكون خفيف قبال على البشرة أخف من الفوندوتا. وانا ما كنحمل الفوندوتان الصراحه، وخاص تكون خفيفه فما نحمل نستعملها يوميا، فكندير فير اند لافلي كتعطي واحد التغطيه زوينه وكانك ماك دايره والو في نفس الوقت تغطيتها زوينه. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ فزوينه هاد فير اند لافلي، قلت لكم الا وحدها راهي كتبيض، فانا اللي نستعملها في هذا الماسك اللي كتندار في الماسكات. نزيد ان شاء الله نشارككم ياسر الماسكات فير اند لافلي ان شاء الله. لا عطوني تشجيعاتكم ولايكاتكم وندور نطرح لكم ذاك كامل ان شاء الله، فلين نستعمل منها شوي. تشوفوا راني ما استعملتها كامله، درت منها لا شوي فقط، كي كنقول لكم دائما الكميه على حسب نتوما اللي بغيتوا. تقدوا كاع تستعملوا هذه البطه كامله من نيفيا وتستعملوا واحده كامله من فيراند لافلي، والله كاع جوج. فانا كي تكون باغي منها لا كميه قليله، فالنهار ان شاء الله اللي نبغي كميه كبيره فلين نستعمل كميه كبيره. فهذو المكونين بجوج لهما وحدهم فكافيين تستعمليهم كماسك ليلي ولا ككريم ليلي خطيرين. هاو الثنائي منين خلطناهم روعة روعة، لا تدهني به وجهك في الليل وترقدي، ومن يصبح الصبح تغسليه ومع المداومة اللي تعجبك النتيجة اكيد اكيد. فهون بما ان احنا اللي نعطلو ماسك، فانا اللي نقول لكم المكون الثاني. المكون الثاني اللي هو النيلة، كيف تشوفوا هنا راني قبضت طرف من النيلة شقيت منها، فماني نستعمل هذا كامل طبيعة الحال، اللي نحاول لا نسلم منه خيوط. هاو الخيوط اللي نديرهم هون في هذا الخليط كيف شفتو، فماكم اللي يديروا الطش القطعة كاملة، فلا اللي تسلوا خيوطها واللي ديرهم هون حاولوا تتأكدوا عن النيلة تعود حرة في العاد ما حرة كأنك ما درتي والو في هذا الماسك. شي لانه كم من وحده كتستعملها هي وحدها، انا راني مزلت كنخلطها مع الماسكات. كاين اللي كتستعملها وحدها على وجهها كامل الا باش تشقر الزغب ديال الوجه، ومع ذلك ما كتاثر فيها ولا شي. وفعلا انا راني كنستعمل مع الماسكات وما كتاثرت فيا تاثير سلبي، بالعكس الا كتعطيني النتيجه اللي انا باغيه. فاوكسي هون هو مكون كيميائي كيف كنعرفوا، بغيتو تخلوا الخليط كي ذنبتو عادي روح. كي قلت لكم اوكسي هو راه كنعرف عنه مكون كيميائي، كيف نقول لكم دائما هو ديكاباج خاص بالوجه. فإلا كنتي من اللي ما كتبغي ديري ديكاباج لوجهك، فمعنى ذاك ما سمحوا لي
لعتي من الطفيلات اللي ما يبغوا يديروا ديكاباج جسمهم في الماسكات ديال ديكاباج، فتقدي تعوضيه باوكسي لانه خفيف على الجسم وما غيأثر فيك. بالنسبه لدرك هذا الماسك ديال الوجه فاني نستعمله الوجه اللي نستعمل هذا بجوج. دائما كتسولوني هذا السؤال متكرر ودائما ملي كنعاود لكم اوكسي يجو فيها جوج ساشيات، واحده الفوق واحده التحت، هذه فيها الخليط اورنجي، هذه فيها كريم ابيض. فانا اللي منين نقول لكم اوكسي راني يعني غنستعملهم بجوج. وبالنسبه للثمن فهي يمكن ب 15 درهم باش كنشريهم. المهم اني نحاول نديرها كامله. واحد الماسك تشاركته معكم في صفحتي على الانستغرام. بالنسبه لي ما عارفه صفحتي على الانستغرام راني نخليها لك لتحت في صندوق الوصف، ولا نكتبها لكم ولا نخلي لك الصوره. المهم ما تنسي انك تزورينا فم راني نعود حاضره يوميا وكنجاوب طفيلات كاملات. المهم واحد الماسك تشاركته معكم فيه نيفيا الزرقاء، ما هي نيفيا هذه، بداي ديك نيفيا الثانيه الزرقاء، وفيه الزعفران شعر. هذا الماسك معروف قباله نيفيا الزرقاء وزعفران شعره، كتخليه يطلص فيها ليله كامله يقعد الخليط اصفر، وتمي تدهني به وجهك الليل وتغسلي منه في الصباح. حتى هو ماسك ليلي زوين هذاك الماسك. وكم من سؤال كيجيني يقولوا لي بالنسبه لهذاك الماسك بالضبط عنه يصوف لكم عنه، من فوس عندهم شيء وصوف يعني غمل ولا قاعد كيدير اتاكسد وكذا. بغيت نقول لكم الطفيلات عن هذاك الماسك، الى عدلته خاصو ما يفوت عندكم اكثر من اسبوع، لانه الا فوت اكثر من اسبوع هذيك زغبط الزعفران ونيفيا اللي تتاكسد واللي يعطيكم واحد طبقه كحله، والله كي قلتو نتوما يصوى فيه. فخاصو ما يفوت عندكم اكثر من اسبوع، والا بغيتو تتفاداو هذا المشكل تمو خلطوا لا نص كميه نيفيا ذيك البطة، خلطوا نصها مع زغبط الزعفران، فنصها ملي تفوت لك كاع عندي عنها 5 أيام ولا 3، ومن فم عودي الى وفات لك خلطي الخليط الثاني. فحاولوا عنكم في هذاك الماسك بالضبط ما ديروا كمية كبيرة لانه ما خاصو يفوت اكثر من اسبوع. فهذا سؤال حجلي وخسرت نجاوبكم عليه. المهم وكيعود هذا هو الخليط ديالنا كي تشوفوا هو الخيوط ديال النيله، خليهم فيه منين تعودي ليه تطبقي الخليط على وجهك، اللي تطبقيه بهذا الشكل على وجهك، تقدري تدهني به كاي كريم وتدخليه لوجهك، وتقدري تدهني به كماسك تخليه بحال هكا طبقه كيف هاك، من 15 دقيقه ل 30 دقيقه ومن فم تغسليه. وكي قلت لكم تقدروا تستخدموا ككريم وتدخلوا بحال هكا وجهكم. الا درتوا هاي الطريقه حاولوا تقبلوها وخيوط النيله وتحكوا بهم وجهكم شوي، فهاي الطريقه راهي زوينه مولي انا اللي كنديرها دائما. فنتمنى الطفيلات عنكم تجربوا هذا الماسك كيف دائما. فبالمناسبه نبغي نشكركم الطفيلات على انكم تجربوا اي ماسك كنطرح لكم، كتفرحوني والله بتطبيقاتكم، خصوصا عنكم تصوروا اي حاجه درتوها من الصفحه والله من اليوتيوب كتصوروها وتصيفطوها لي، فمشكوره الطفيلات قباله قباله، وهذا الدليل عن وصفاتي نفعوكم وعنهم عطاوكم نتيجه. فنتمنى حتى انتي لعتي ما كتجربتي شي من القناه، نتمنى انك تجربي وتردي عليا، يسوى ما تصوري لي شي، مهم لا جربي وردي عليا ان شاء الله ولتجبري لي الخير. ولعتي ماك مشتركه في القناه نقول لك مرحبا وسهلا بك، انضمينا وفعلي زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، وخلوا لي لايكاتكم طفيلات، نتمنى تخلوا لايكات لانه هما اساس القناه، هما باش يطلع الفيديو باش نتشجع انا مولي باش نعطيكم اكثر. خليتكم الراحه ومهباس.